كيف هذا انت غادي العمل ياك؟ نعم استعد خويا هاد السلاح هذا كامل بزاف راه خلعتيني انا. هو السلاح هذا كتعرف بلاد السلاحيه هادي فما كتعرف شنو غيوقع شنو غيوقع اليوم ما تعرفش غيوقع غدا. كتستعمل هاد السلاح سيفا؟ ايوا هو مرارا متعدده جبناه ولكن وما كانش هاد السلاح مسخت الوالدين ما يكونوا ما طايح اكثر من نايف بصح صافا يعني في جهه بومب متخيط كلهم عندنا يعني هذا زيادة على السلاح يعني مقومين مزيان زين. هذا عندك الإضافة لهذو هما عندك الفردي هنا ياك فين الفردي؟ هذا هو المسدس الناري ديالي اللي كنكملو في السلطة هذا التيزر هو ديال الضوء هادي بومبا كروموجين اوكي وهادو جوج لي كليب ديال الزيادة كل وحدة عندها 15 يعني 30 قرطاسة هنايا 15 هنا يعني الحمد لله مجهزين يعني باللغه ديال المغاربه اللي دوي رعف هو اللي دوي رعف لان هذا هو اللي كيخص المجرمين هذا الشيء علاش الامن مستتب هنايا زعما الحمد لله يعني واخا السلاح كاين الناس كترد بالها ويعني حتى يعني بالنسبه للانترينمون اللي كنديروا تقريبا عندنا شهرين شهرين كنمشيو نديروا تير كنديروا هي مسائل تاكتيك فاحنا يعني المجرمين كيجيبوا حاجه جديده حنا كنجيبوا حاجات جداد يعني ديما دايرين شي حاجه جداد الحمد لله لونطريمون ديما يعني بدنيا كذلك من ناحيه التير من ناحيه كل شيء فاحنا لونطريمون اللي كنترينوا هنايا يعني بالمرصاد المجرمين اوكي انت مع اطلاق النار في المغرب 100% وهذه مبادره مهمه للامن الوطني وكنشكرهم بزاف على هذا الشيء هذا لان لما كان شي سلاح واش الانسان كيخرج كيجري على قبيله بسيف مع سيف السيف قدو قداش وكد للاسف كاين بعض المعارضين لاطلاق السلاح الناري بالنسبه للقرطاس في المغرب فانا ماشي مع هاد الناس لانه كنت باغي الامن الوطن قلت الامن الاحياء ولادنا يمشيو في امان وعيالاتنا يمشيو في امان بناتنا يمشيو في امان انا مع قرطاس 100% وحتى انا عندنا حنا كنعرفوا دابا كنستعملوا قرطاس المغرب هو كنبليسيهم احنا هنا ما عندناش بليستاج يجي يخرج علينا واحد بسيف كتقتلو مباشره انا لله وانا اليه راجعون هذا لانه ما يمكنش واش انسان خارج باغي المرصاد لواحد الانسان اخر قطع له يده ولا راسه والناس كتجبر كتعارض هذا يعني هذا الشيء هذا باش نقول لانه الامن لابد وانا كنحيي الشرطه المغربيه والسي الحموشي كذلك وكنتمنى انهم يزيدوا في هذه المبادره هذه مبادره مهمه سي طه حنا شفنا من غير السلاح ديالك السيارة ديالك هذه كتبقى عندك ديما نعم يا كيبقى عندي ديما كل ما كتوصل واحد 100000 ميل فيها كيعطيوني واحدة جديدة فهذه جديدة 2017 فتقريبا كل مرة كتقدم طوموبيل كيعطيو واحدة جديدة كتبقى معاك كأنها سيارتك خصك تهلا فيها يعني كلشي انتهى فكما كتشوف الحال يعني السيارة دابا هادو اللي كيعطيونا سيارة سرعي بزاف فمن نوع داتش فكما كنقول لك انه الحمد لله من ناحية الجهاز حنا مجهزين مزيان دابا غتمشي انت للخدمة نمشي معاك ياك عطيني جيلي جيلي الا نعطيك نتاعي لا خويا نمشي نشوف دابا انت مجهز مقاد نمشي انا معاك من مقاد لا والو تيتمني على دارنا عطيني جيلي ومن غير لا 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 بلاتي عطيني جيلي وفردي نعطيك هذا لا فردي بلا شعك لا فردي بلا شوف انت مجهز مقاد تبارك الله عاد بالاضافه الا مجهز ومقاد تبارك الله عندك هاد الصليعه هذه واخا تضرب قرطاسه غادي تزلق انا مشعكك فين ما جات غتصبرني